السلام عليكم، أهلا بكم متابعي بنوتوكس. من منا لا يعرف شات جي بي تي، وهو الدائع الصيد في الآونة الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي وقدرته الهائلة في التجاوب مع الإنسان والاستجابة إلى متطلباته وتساؤلاته. هذا موقع شات جي بي تي يمكن استخدامه عبر حسابك الشخصي على مايكروسوفت أو جوجل من خلال المتصفح، لكن ما أود التطرق إليه في هذه الحلقة هو برنامج بافاردي. هذا برنامج سطح المكتب على نظام جنو لينكس، يمكنك من التواصل مع تشات جي بي تي دون حاجة إلى الدخول إلى المتصفح أو إدخال حسابك الشخصي، فقط تثبيت البرنامج من خلال مستودعات فلات باك، وهذا المستودع أو صفحة البرنامج عبر فلات هوب، وهذه صفحة ومستودع البرنامج على جيت هوب. هو الآخر يرسلك إلى فلات باك. لتثبيت البرنامج يكفي إدخال هذا السطر في الطرفية، أنا ثبته من قبل، وهذه هي الرسالة is already installed. أفتح البرنامج من خلال كتابة اسمي بافاردي، الاسم بالفرنسية لذلك ينطق بهذا الشكل بافاردي. وكلمة بافاردي تعني الثرثرة أو الحديث الكثير، وهذا ما يحدث حقيقة عند الدخول إلى تشات جي بي تي، حيث تكثر الأسئلة ويكثر النقاش مع هذا الروبوت. هذه واجهة البرنامج، يمكن تصغيرها بهذا الشكل أو وضعها على ملء الشاشة. هنا مجموعة من الخيارات، ندخل إلى Performances وتجد خيار واحد وهو Clear Prompt After Send، وهذا يعني أن تمسح ما كتبته لشات جي بي تي بعد إرسالها مباشرة. أجد الأمر جيد بالنسبة لي، حيث عند إرسال الرسالة يزيل السؤال أو يزيل كلامي حتى يمكن كتابته كتابة سؤال آخر. مثلا أنا سأطرح السؤال على شات جي بي تي بالعربية، هنا أود معرفة أبرز أنظمة تشغيل للحاسوب والنقر على أسك أو الضغط على Ctrl Enter. يبدأ بإرسال السؤال، ننتظر الإجابة. بالضغط على أنتر فقط فإنك تنزل إلى السطر الذي يليه ولا ترسل السؤال. هذا جواب تشات جي بي تي. توجد العديد من أنظمة التشغيل المختلفة التي تستخدمها الحواسيب، ومن بين أنظمة أكثر شيوعاً ويندوز. هو نظام التشغيل الذي يتم استخدامه على نطاق واسع في العالم ومن تطوير شركة مايكروسوفت. ماك أو إس هو نظام التشغيل الذي تستخدمه أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها شركة أبل. لينكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر ويستخدم على نطاق واسع في الخوادم وأجهزة الحواسيب الشخصية. يونكس هو نظام تشغيل قديم ومستخدم في الأنظمة الخادمة وأنظمة الحواسيب العلمية. أندرويد هو نظام تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ويستند إلى نواة لينكس. iOS هو نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التي تنتجها شركة أبل مثل الآيفون والآيباد. هناك أنظمة تشغيل أخرى مثل كروم OS وأوبونتو وFreeBSD وSolaris وغيرها. كما تشاهدون كان جوابه خارج، يعني أجاب بالأنظمة التي ذكرتها للحاسوب، لكن ذكر معها أنظمة أخرى خاصة بالهواتف. هذا البرنامج مفيد جدا كما ذكرت، ومميز لمن يود الاستفادة من شات جي بي تي دون الحاجة إلى الدخول إلى المتصفح أو الدخول عبر حسابه. كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء.